وعود الى الخبر الابرز حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار تكامل اليات العمل بين قطاعات الدوله لاضافه مساحات جديده للرقعه الزراعيه المستصلحه في توشكا. وخلال اجتماع اخر وجه الرئيس السيسي بتعزيز جهود توطين الصناعه ونقل التكنولوجيا والتطبيقيه في مجال البصريات للحد من الاستيراد وتوفير العمله الاجنبيه. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي والمخطط الزمني لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وقد تم في هذا الاطار استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الاراضي الجاري زراعتها في جنوب الوادي بتوشكا وكذلك الخطوات التنفيذيه للمشروعات الزراعيه المستهدفه مستقبلا بالمنطقه وما يتعلق بالبنيه الاساسيه اللازمه لدعم تلك المشروعات خاصه محطات الرفع العملاقه وشبكات المياه وخطوط الري وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات الحكوميه المعنيه وقد وجه السيد الرئيس باستمرار تكامل اليات العمل بين القطاعات المعنيه بالدوله من اجل اضافه المزيد من المساحات الجديده للرقعه الزراعيه المستصلحه في توشكا مع تطوير نظم الري والوسائل الزراعيه التي تتناسب مع طبيعه المنطقه وفيما يتعلق بالمشروعات الانشائيه والمعماريه تم استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المنشات بالعاصمه الاداريه الجديده خاصه مقر القياده الاستراتيجيه فضلا عن منطقه البنوك بحي المال والاعمال واضاف المتحدث الرسمي ان اللواء احمد العزازي عرض ايضا الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثماريه في محافظه دمياط والمتعلقه بتطوير بعض المواقع بكورنيش المحافظه على نهر النيل والتي تتضمن انشطه خدميه وتجاريه واستثماريه ومجمعات سكنيه حديثه كما شهد الاجتماع كذلك عرض الموقف الخاص بالاسواق المركزيه للتجزئه بمنطقه شرق القاهره بالإضافة إلى سير العمل في التطوير الجاري بمدينة الأمل لسيما التخطيط والتنظيم للطرق والمحاور بها وقد وجه السيد الرئيس باستمرار العمل على حصر الأراضي في محيط القاهرة الكبرى لاستغلالها سواء بالتطوير العمراني أو السكني أو الخدمي بما يتكامل مع شبكة الطرق والمحاور الحديثة وكذا يتناغم مع جهود الدولة لتوفير مختلف الخدمات للمواطنين فضلا عن المساهمه في استعاده الوجه الحضاري للعاصمه. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء اركان حرب طارق زغلول رئيس مجلس اداره الشركه العربيه العالميه للبصريات واللواء طارق الخطيب مدير المشروعات بالشركه. الاجتماع شهد استعراض المشروعات الحاليه والمستقبليه للشركه العربيه العالميه للبصريات بالشراكه مع الخبرات العالميه العريقه. في مجال تكنولوجيا البصريات والالكترونيات وتطبيقاتها في الانظمه الدفاعيه وقد وجه السيد الرئيس في هذا الاطار بتعزيز جهود توطين الصناعه ونقل التكنولوجيا التطبيقيه في مجال البصريات على نحو يساهم في استغلال المواد الخام المتوفره محليا والحد من الاستيراد وتوفير العمله الاجنبيه كما وجه سيادته كذلك بالاهتمام بشق التدريب والتاهيل العملي والفني في اطار التعاون مع الخبرات العالميه العريقه وذلك لاعداد كوادر بشريه رفيعه المستوى في تلك المجالات الدقيقه المتخصصه